تعالوا مع بعض نعمل عصير، عصير الرشاقة، عصير المود الحلو، عصير قيمته الغذائية عالية جدا، عصير الرياضيين. العصير مقاديره بسيطة وسهلة في متناول الجميع، عبارة عن موز، شوكولا، كاكاو، سكر، شوية فانيليا. حلو، تعالوا نعمله مع بعض ازاي. ده زبيب يا غالي، المخرج ده بيسأل بيقول ايه اللي تحطه على السلطة ده، ما قلتلناش عليه. ده زبيب، بنجيب الزبيب بتاع الحشوات الجميلة بتاع أم علي. حلو، المقادير على الشاشة، صوريها سريعا كده. موز، شوكولا، حليب مثلج، سكر أو عسل، كل دول مع بعض، وفانيليا. بنجيب الزبيب بيتحط في شوية مية بشوية سكر كده، عشان ما ينفعش أحط الزبيب على السلطة وهو ناشف أو هو يابس، خلي بالك لازم نتخلص من المادة الحافظة بتاعته. حلو الكلام، مهم جدا استخدام الزبيب، جاي علينا الشهر الكريم، استخدامنا للزبيب هيبقى كتير قوي. لازم انك انت تحطيه في ميه بشويه ملح، سوري بشويه سكر او شربات يعني، وتحطيه يعني 5 دقايق 10 دقايق، هتطلعيه وتصفيه، او ميه بس مفيش مشكله حسب الحشوه يعني. وبعدين تاخديه تزيني بيه الحشوات، تحطيه على وش المكسرات، تحطيه على وش ام علي، كنافه، بسبوسه، زي ما انت عايز. ده مهم جدا على فكره، عشان الزبيب طبعا فيه ماده حافظه وفيه ركنه وفيه موركون عند الراجل بتاع المكسرات، عندك في الثلاجه بقاله فتره طويله، لازم تتخلصي من الحاجات دي كلها. تعال نعمل مع بعض العصير كده مع عم الخلاط الحلو ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تتعلمنا نعمل عصير يا شيف؟ جاي على اخر الزمن يا شيف يا كبير، تعمل لنا عصير؟ اه والله العظيم لغايه دلوقتي بنشرب العصير، ما احناش عارفين طعم الموز من الشوكولاته، مفيش نسبه وتناسب، وده مهم جدا على فكره. انت عندك مكونات العصير، ولكن لازم يكون عندك الايه؟ النسبه وتناسب في المقادير كلها. الاخبار ايه؟ شغال يا عمي ولا ايه؟ هو ده تمام. معانا الموز، معانا الكاكاو، معانا صوص شوكولاته، معانا حليب مثلج. وعلشان تحافظي على الحليب، النصيحه مني، الحليب انا شخصيا لما يتعمل لي في البيت، المدام تعمل العصير ده، لازم الحليب يتغلي ويتحط في الثلاجه، مش نطلع الازازه من الفريزر، لا انا ضد ده كده نهائي. لازم الحليب يتغلي على النار واشوفه قدام عينيا بيغلي، دي ثقه. وبعد ما يغلي يسيبه يبرد، وبعدين يتحط في الثلاجه، يتجمد بقى، يبقى مثلج مش مثلج، يتحط عليه تلج زي ما احنا عايزين. اه ده الحليب بتاعنا اهو زي الفل. الله الله على الصوت اللي جوع. شوية فانيليا، السكر أو العسل، بس أنا بحب السكر مع عصير الموز، العسل بيخطف الطعم. لسه ما خلصتش. ناخد الموز بتاعنا الجميل الحلو ده كده، الله، وتجيب الموز المستوي شوية. كل الموز ما يستوي كل ما يحلو أكتر. الموز الأخضر بيبقى فيه شوية مزازة. انت عايز موز كتير في اللبن ولا عايز موز شويه؟ قول براحتك، هما دول 3 كفايه. حلو، الكاكاو بتاعنا، ممكن بقى تجيب مكعبات شوكولاته الاولاد بيحبوها. يلا مع بعض يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. زي الفل. خلص الكلام. الله الله على الجمال والله على الدلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبابين العصير زيدوا حالاته، عصير الموز بالشوكولا مع المغازي طعم تاني. ايه الجديد يا عم الشيف؟ بتنسي تحطي ذره فانيليا. فانيليا؟ اه فانيليا. على البارد؟ اه على البارد. مش لازم الفانيليا عند الكيكه بس وخلاص. فانيليا سائله ولا حبيبات؟ حبيبات. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش.
ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ حلقتنا النهارده فيها تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا صينيه جلاش زي حضراتكم شايفينها كده على الشاشه تتكلم مصري. عملنا سلطه جميله جدا انت بس اللي هتعملها في البيت لانك انت بتتفرجي على الشيف المغازي على القناه الاولى والفضائيه المصريه. تفاصيل السلطه دي كتير قوي، فيها خبره طويله، فيها حب للمطبخ، فيها شغف للمطبخ. الكلام ده الصوره لوحدها بتعبر عن كل ده. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.